باش نحكيو كرة، باش نوليو نحكيو برشا كرة في لاباس، باش تبدا متنش أكثر سعادة باستقبال نجم الترجي والمنتخب الوطني لكرة القدم وليد الهجري. وليد مرحبا. وليد شنو أحوالك؟ الحمد لله. وليد الهجري الجمهور يحب يسألك. الحمد لله عايشك أنتم سبا. مرحبا بيك. مرحبا بيك. شنو احوالك؟ دونك باش نحكيو برشا على الكره، باش نحكيو على اللي صاير في البلاد، نحبوا نعرفوا هكا كوارجي شنو رايك. باهي وليد، باش نسالك سؤال عام ومن بعد نمشيو فيه نفتلو بشوي بشوي. وليد الهجري، علاش كيفي كيفو يتفرج في البلاي اوف؟ علاش ماكش مع جوارد؟ شنو الظروف اللي خلاتك اليوم هكا مع ترج؟ معناتها ماكش فاهم روحك. ما عنديش معناتها ما فماش سبب معين يخليني بون سي فري نتقلق كي نبدا في الدار معناتها نتفرج في دي ماتش كيما هكا سورتو معناتها دي كرون رونديفو معناتها كي تلعب كونتر كلوب وليتوال وسي اس اس معناتها دي ماتش شوك واللي معناتها باش يكون خير هو اللي باش يهز الشامبيونا. السبب نقول لك كي كملت الكوب دافريك بون هي راهو بدات من الفينال معناتها نتاع الشامبيونز ليغ نتاع الاهلي فوالا نتاع الاهلي ماتش روتور خسرنا بون شفتوا لي سيركونستانس ظهر لي جمعيه كامله ما كانتش حاضره ونيتي اماندري يظل لي وقتها ما فما شوي غرور الترجي سي كلنا نقولوا هزت الشامبيونز ليغ هزت معناتها تغدرت وانتم بيتكم كجوريت حطيتوها في المكتوب قبل الوقت ولا كيفاش؟ والله لا الريزلتا راهو نتاع الماتش علي كانت باهيه خلتنا عنا اسوندون بسيكولوجيك اما بلي تلعب كونتر الاهلي المصري معناتها مش نبخت كيف مش سهل به الاهلي المصري ومن بعد الدربي اللي خسرتوه من بعد الديسيبسيون تاع ليكيب ناسيونال هذا الكل خلى الامور تدخل بعضها به. هل صحيح انه نبيل معلول على الاقل كان يحمي فيك معناتها كان حتى كي ينقذوك العبيد ولا كذا يلعبك جاي ماهر كنزاري تقلبت الامور معناتها يحكيوا له في تونس كل انترينور عندهم لاعبيته اللي يحبهم معناتها اللي ما يحملش فيهم صحيح ولا لا؟ والله نبيل معلول صحيح لعبت عنده برشا في الاسبيرونس ولا حتى قبل رناني معناتها في الكلوب افريكان ظهر لي ما عطانيش كادو معناتها انا كنت حاضر وكنت انترناسيونال معناتها او ميم طون نبيل معلول سي فري يحبني معناتها انا بيدي جو لو ريسبكت بوكو كوم انترينور ونحسو كي خويا الكبير مش كان انا بركا معناتها لا بلوبار دي جور ديجا في الاسبيرونس ولا حتى في ليكيب ناسيونال مش كان نبيل معلول رانيني معناتها في تونس انا ترانيت عند يوسف زواوي فوزي بنزارتي دي زونترينور اترونجي ولعبت عندهم كنت تيتولير معناتها مش مساله عندي فافور ولا نبيل معلول يلعب فيا خاطر حتى عينيه مش زرق معناتها تشوفهم دونك فوالا اللي تبدل توا ماهيش حكايه حتى اكتوالمون ماهر الكنزاري ما عندي حتى مشكله معاه فهمت نترينا حتى مشكل ظاهره مي ما عندي مشكله مع حتى حد زاد يعني ما فماش مشكل نتاع كومبورتمون فما بتتر مشكل في التنا يعني قلت لك اي انترينور عنده سي شوا ولازم واحد يحترمك اي كوميم معناتها قالوا باش يتفاوضوا معاك باش تجدد من بعد ما صار شيء ظهر اي حتى الساعة هذيا ما صار حتى شيء اكتوالمون انا معناتها كونتراتوي يوفا لو 30 جوان ومازلت نكمل معناتها في البريود نتاعي معناتها جونور كيما نقولوا مون كونترال الاخر ومن بعد اللي في الخير ربي يسهل فيه. باهي سمعنا برشا حاجات، سمعنا ساعة مقايضة بين ترجي وليتوال، هذول تكذبت الحكاية، سمعنا السي اس اس تحب عليك، سمعنا ليتوال، سمعنا كيبيت من الخليج. اليوم وليد أكيد اللي معناتها صعيب كان باش يقعد في الترجي. بعد جوان بعد نهايه جوان وين ناوي تمشي؟ والله شو هذيك صعيب مش صعيب قلت لك انا ما زلت تو على ذمه ليسبيرونس اكتوالمون بالنسبه للي زوفر ولا لي زيكيب اللي تكلموا انتريسي وكل شيء شرف ليا معناتها باش ليتوال ولا صفاقس يتكلموا سي دو غروند زيكيب دو غروند فيل معناتها بالنسبه ليا شرف وكيما قلت لك انا جو ريسبكت تو الموند ما عندي مشكله مع حتى ايكيب في تونس ومع حتى حد من بعد انا جوار دو فوتبول ماك تعرف معناتها بروفيسيوناليزم توا من بعد وين باش نلقى انا مستقبلي وراحتي كوسوسوا في الاسبيرونس ولا في غيرها اي معناتها الكنزاري افي سي شوا معناتها شفنا عنتر يحيى ذوادي كذا وليد الهجري مش في تخطي مش في المخطط نتاع الكنزاري معناتها تقول فراجي وليد الهجري فراجي ما فماش حاجه شخصيه بيناتكم والله ما مشيتش قعدت معاه تقول له ماهر بالعكس قعدت معاه برشا مرات معناتها من الاول كي رجعت من ليكيب ناسيونال جافي بوزوان معناتها
قدام بوتون باش نرتاح وكل شيء خاطر كنت برشا سوليسيتي. حكيت معاه قال لي لازمك تلعب وكذا وكل شيء وهو بده يعرف شيء هذا. أما قال لي لازمك ترتاح كنت تعب وكل شيء. قعدت تضربت من بعد مرضت وكذا وهو إلى مي ليكيب أون بلاس وحط جوارات بون لي نوفيل ركرو كي جاو لعبوا ديريكتومون وبداوا يلعبوا عطاو روندمون وكل شيء. وأنا قعدت كي لي هكا نترينا نغيب مريض مضروب أونتر تون معناتها قعدت نستنى في نيغوسيسيون باش تصير بيني وبين الهيئة وما صارش الشيء هذا بشوية بشوية. إي فوالا بديت بون تعرف معناتها واحد كي يبدا يترينا ولازم يعرف روحه معناتها السيتواسيون نتاعو وكذا إيش باش يعمل. أنا الحاجة هذيك اللي خلتني معناتها هكا نتقلق شوية وماهر قالك ما نجمش نعمل عليك وبعد تخرج لي من ليكيب معناتها الديفونس خاطر مش كيما لاتاك ديفونس بالطبيعة لازم ستابيليتي ستابيليتي. أنت ما حبيتش الذوادي يجي بالحق معناتها قالوا لي أنت من العباد اللي تكمل ما حبيتش الذوادي يجي بالترجي. ما عنديش الحكاية هذه أنا حتى قبل كنت نلعب في الكلوب معناتها مون ميور أمي كان ديفورسو سونترال معناتها كان ناس يمكن نسيتو محمد علي غرزول نلعب أنا وياه فرد بوست ولعب معناتها قبلي وكل شيء ويجيب حذايا ديما للدار وصحاب بالكدا دونك ما عنديش جملة تنجموا تسألوه معناتها كوسوسوا هو ولا عنتر ولا أي جوار ما عندي مشكلة مع حد كونترير. باهي وليد الهجري يقولوا مشكلتك إمكانياتك البدنية خاطر أنت مدافع هداف تطلع برشا لاتاك كي ترجع دونك دوزيام ميتون ديما تبيل سمعني انا كاتريل انا ماكش كاتريل اما لا ماكش كاتريل اما خادم معناتها كلمه اي معناتها موتور نتاع مش ممسوس ان شاء الله معناتها ودي 80 ودي 80 اما فوالا ماشي 200 الف نقولوا به. يقولوا انه مشكلتك ديما الفيزيك دوزيام ميتون والمشكله نتاع الفيزيك ترجع للانديسبلين. واخيرا مش نحكيوا على حكايه اخبار الجمهوريه اللي حكيت على استوفي داجت للهيئه المديره اللي انت مش مشي تتسر وحدك هزيت كلوتي تهمل فيه جوهر الترجي وسهرتوا مع بعضكم وولي تغني انت في السهرية وكاراوكي ودنيا كل شنو الحكاية هذه؟ باهي نبداو ساعة بالموضوع الأولاني مربوطين ببعضهم يقولوا يتعب خاطر والبرا يسهر برشا باهي اوكي نتعب معناتها عندي مشكلة فيزيك سي سا فيزيك ما نعرفش كانت انت تعرف لي ستاتيستيك معناتها من 2010 انا موجود في الاسبيرونس حتى لتوا اكتوالمون ما تعرفش معناتها البارتيسيباسيون نتاعي نمبر دو ماتش كذا لي تيتر ما نتصور ما عندكش مقايدين. لا مش مقايدين اما نعرفوا اللي انت تيتولير برشا ثلاث سنين عديتهم اي انا لعبت في الاسبيرونس فوق ال 110 ماتش وكلهم 90 مينوت ولعبت معناتها في الكوب الشامبيون كوب دافريك واللي تروا تيتر اللي هزيناهم الكل انا مشارك فيهم الكل حتى ماتش ما غبت فهمت وديما نكمل الماتش للاخر 90 مينوت وجامي جاي ان بروبليم موسكولير ولا حاجه. شنو ترى هذه انديسيبلين ولا ترى كومبورتمون نورمال؟ كومبورتمون نورمال تا بور لو مومون اي ومن بعد 110 ماتش يا اخي جوير على 110 ماتش تعبت اخي ماكينه انا تعبت فوالا تعرف علاش تعبت ولا ما معناتها كان جيت تنظم حياتك راك ما تعبتش والله بالعكس مش حكايه تنظيم حياتي حكايه تعبت ما ارتحتش خاطر راهو في العالم اجمع راهو ناس ترتاح معناتها تاخذ 3 سيمين في الصيف وتاخذ 2-3 سيمين في الشتاء يرتاحوا عباد معناتها تمشي تبدل ما نعرفش انا الجو كذا عم فيدونج لا مش فيدونج تيف ما حكينا على الكراب دونك قعدنا فرد تبدل لازم الجمهور يرتاح انتم خاطر الترجي والكيب ناسيونال اسبيرونس وصلت بخيت كما يقولوا شو باش نعمل انا بدن جو سوي ان اتر هيومان نتعب نخرج نسهر شنو تعمل كي تتعب كي نتعب نرتاح تمشي تقرا كتاب مو تمشي تقرا انا كتبت في الاسبيرونس ما رتحتش كملت نلعب لي ماتش لا بروفوني في لي ماتش الاخرانيين ما نجمتش نشد وما عندناش دوبلور وقتها في الاسبيرونس ما فماش دي ديفونسور اللي نجموا يعوضوا توا فما زاد بشري قبل ما فماش قبل ثلاثه ستوبروات ونلعبوا هاكا عندكش عندي وكملنا بالسيف معناتها الفاز روتور وقتها فهمتني هذه اسكي كونسيرن الحكايه نتاع لي ماتش والانديسيبلين وكذا باهي نجيو للموضوع الاخر نتاع سهري اي شنو الغناء اللي غنيتها نحب نعرف لا خلينا نحكي لك غناء كيكة تزرق فيا الجريدة هذه نتاع الاخبار الجمهورية انا قمت الصباح كلمني مون كوزان قال لي راي الصورة فيها وفيها وكا 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 وبعث لي الارتيكل على تليفوني شفته ديريك على شكون صبح بحضور ايمانويل كلوتي الهشري كذا قلت له حافظها تقول هو بس ترايمز معناتها حاضر وانا جيت معناتها باش نغني بحذاه واحد هذا يا خويا الحكايه ما صارتش تعرف الموضوع اللي يحكيوا عليه وقتاش وقتاش الشامبيونز ليغ نتاع الوداد وقتها هزيناها الشامبيونز ليغ 2011 2011 اي الشامبيونز ليغ تاع الوداد خرجنا وقتها سيتي اون اوكازيون
فرحة معناتها ظهر لي كبار وصغار وببيات والناس كل خلفنا. تقول لي 2011 يحكي عليها. نقول لك عاد. تقول لي هذاك ثور خليل شمام. لا ماهوش ثور. يودي شنو؟ ماهوش ثور خليل شمام. اي ماما 2011 يكتب عليها. في الأوكازيون هذيك أنا كي خرجت مع الأولاد غنيت. هيك عندي فاز أنا مع أصحابي حتى في عروسات أصحابي نغني برجولي. خاطر صوتي باهي شوية دونك. انا زعما. جست دائما نرجع 2011 شنو باش تغنينا؟ غازي أعطينا ميكرو. لا 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 وليد. لا لا. شنو تحب؟ شنو نوفروا لك ظروف العلبة الليلة؟ احنا جايين. وليد احنا جايين باش نحكيو غناء وفما حاجات باش نفسروا حاجات موضوع والله يحبوا راهو سيريو من فضلك عشوا اي باهي يحبوا خويا ماهوش مركز انا يحبوا العباد يشوفوا وليد ليشري يغني غازي جبنا لا لا ماهوش قال هو في ما قتلوا حد شكري هذا غناء باهي خلي الميكرو على ما غنيش خلي عندي اش قال؟ في الجريدة في الارتيكل تل معمل جو قام يغني عمل جو قال لك منتشي أي. انا مانيش منتشي تو لا باس دونك ما نجمش نغني ايش تحب الانتشاء وسائل الانتشاء الكل سي دي نامبورت كوا والله هو هذاك السيد اللي عمل الارتيكل ما فهمتش انا منين جابو وكيفاش وانا راهو نعرف قالوا تم كلوتي كي نعرف راهو ما جو في با سيتي لي نو خاطر سي ما تعطيش اسامي ما يعطينا الكونتكست ما شيء نعرف فما واحد قاعد نعرف مانيش صغير وفي الدومين نتاع الكوره تو عندي دي زاني دونك نعرف شنو فما في الكوره وشنو كذا وشنو نعرف كل شيء فهمت معناتها يقول القايل تو هذاك السيد حط ارتيكل تو علاش معناتها علاش تو حاطوا الارتيكل هذاك وفي الباج البراني قبل يبدأ جوهر عامل حاجه عامل معناتها اون فوت غاف عامل كارثه ما يحطوهش لبرا يحطوه لداخل في الجريده سبوت. ويكتبوا مثلا تو انا هاني مثلا وليد الهجري يجي هو يكتب لاعب دولي يلعب في فريق كبير في العاصمه طويل القامه ويلبس 45 ويقرب فهمني اما بالاسم كيكا في جريده من برا معناتها سي فلاغون معناتها واحد يبدا ماشي يقول له اعطيني 200 قلوب يقول له لا بطل تعطيني الجريده خويا اي لا لا ما هو توا ولات ثوره خاطر نحكي اي ما يجيش نحكي صراحه انا نحشم كي نشوف ارتيكل كيكا لبرا شنو يا اخي الناس الكل تعرفني انا تعرف طبيعتي تعرف اخلاقي تعرف كذا تعرف شنو كي يجي واحد يقرا هكاك شنو باش يقول لا وليد معناتها معناتها فما شكون يحب يقصها نهائيا بينك وبين الترجي هكا ما نعرفش انا شكون اللي ورا هذاك طلعش عند الرياح يكتبها لا 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 تكورجي في بعضنا راهو ما عندنا حتى مشكله راهو وكونترير قلت لك صحاب وحباب وفما حتى شيء لا هو ايش نقول لك زاد وكورجي في بعضكم الباهي فيكم تغطيوا على بعضكم اي بيان سور اخي عائله راهو جوريت الوحيد مثلا حمدي الحربيوي في ليكيب ناسيونال مسكين تكلم راهو قال سهريات طف طيرتوه من ليكيب ناسيونال تي هو روح على روحه مشى لبلجيكا ماهوش عايش لهنا شكون طيروا ما طيروا حد بون تغشوا لا بلوبار دي جوار ما طيروا حد خاطر تحب تهزني بالسيف غنية غنية اعطيني الغنية اللي غنيتها 2011 لا يا خوي باهي تتذكرها انت تو غني واحد نتذكرها من متذكرها بالحق معناتها تو سهرت 2011 احكي عليك 2013 والله لا والله بالحق اختنا من الحكايه خاطر انا بيدي مش عجبتني ياسر فهمتني صارت قديمه وكذا وفي اوكازيون وكل شيء واحد اما مش باش تولي خاطر الموضوع هذا راهو ديليكا معناتها مش تفاد ليك معناتها الشيء بصحافه شو مش تفاد ليك سامحني يا اخي يا اخي جوار يخرج يسهر ماهيش كارثه معناتها نعرف كلنا جواريتنا يخرجوا يسهر بيان سور حتى في برشلونه كان عاش كان سمعت بها عمل لهم مناجير يتبع في الملاعبين معناتها يخرجوا بارتو في العالم اجمع احنا في تونس ونا با سيت كولتور هذيك مشكل تمشي معناتها في اي بلاصه مالوروزمون كي يشوفك ما يعرفش انا تشرب في غازوزه يقولوا سكرا لازم معناتها لازم واحد كي يخرج في الشارع لازم ما يعرفش يعلق كي ما نعرفش يعلق ما كومش تاع غازوز جواريتنا عاقلي تعمل غازوز باش نعمل بيلون باش نحكي لك على الملاعبيه الكوارجي التونسي وانت تقول لي صحيح ولا لا وليد الكوارجي التونسي ما عادش عليك اللاعب التونسي ماهوش متكون على قاعده نعم ولا لا نعم اللاعب التونسي كركر في التمارين نعم ولا لا هك فما هك هك اللاعب التونسي ما يعرفش ياكل تربص المنتخب هريسه والتن يطلعوا لفوق بصفه عامه الاكثر الملاعب التونسي الفلوس عنده قبل الكارير مثال الشهير يوسف المساكي لو سي با اللاعب التونسي ما نجمش يعدي زوز ماتشات باهين ورا بعض فما شكون يعدي حتى 10 الملاعب التونسي ما يحب كل مدرب صعيب لا بالعكس لازم اونترينور متسهل ولازم قريب برشا الملاعبين باش ينجح معاهم اللاعب التونسي كرابوريت يموت على الكيف كيف شنو بالضبط الانتشاء هذاك الانتشاء اي الاسترخاء صحيح اللاعب التونسي كعساس الباركينج مشكلته فلوس سا ديبون الباركينج وين اللاعب التونسي كانصار الشريعه ما يحكم فيه حد
راسه صحيح تيتو اي يعني قلت لك فما هكا وهكا فما اللي يقسم بالله بمطرقه ما تكسروش راسه. اللاعب التونسي كشيفونه يشرب ياسر يشرب فيش في عرقه تي بصفه عام جاوبني بصراحه على لاعب التونسي يعني قلت لك فما سمعته خايبه اللاعب التونسي علاش؟ بالحق هذه صحيحه هذه معناتها انا نجم نقول لك اللي اوني مال ريبيوتي اللاعب التونسي كي صاحب محنه كي شكون؟ كي المعلم شكون المعلم؟ يعني تذكر وقت كنا نعيطوا على بناني المعلم تو كي المعلم صاحب محنه شنو فما برشا محن محن شناهي؟ علاش جوار تونسي يتعب فيسع وروندمون نتاعو طايح ويخرج لبرا معناتها اليوم ولينا اعز جواراتنا يا وليدي يمشيوا للخليج تو مش تحشم الحكايه هذه صحيح علاش حسب رايك؟ على خاطر احنا ميزاباغ الحكايه نتاع اللي انت تحكي لي عليها توا معناتها نتاع فساد وما فساد شنو ميزاباغ الحكايه هذيك التكوين نتاعنا كيما قلت لي زاده معناتها من الصغرى ماهوش على قاعده وزيد اون بلوس لونفيرونمون اللي عايشين فيه الشارع نتاعنا التصرفات الكومبورتمون معناتها ما فماش انكوراجمون فيسع مع العباد الدور فيسع مع العباد معناتها تفد من الملاعب يقعد عام عامين ثلاثه اربع ساعات يقول لك بدلوه معناتها كي ما نعرفش شنو انت كومبورتمون تاع جمهور الترجي معاك حس ولا لا؟ معناتها وليد الهيشري اللي ماركا واللي جايبه تراح والكذا في ساعه تقلب عليك الجمهور ووليت البوان فيبل ووليت تسمع في الكلام شنو معناتها تحس كومبورتمون كيما هكا؟ بيان سور نحس اما والله فما عباد معناتها عاملين رياكسيون وقاعدين يحكيو بالكدا وكل شيء اما وقتاش يمكن معناتها استحقيت لهم بالكدا في البريود نتاع الكوب دافريكا هذيك وقت اللي الحمله صارت عليا برشا بيرسون معناتها نو ما ديفوندو وحسيت معناتها حتى حد ما جا معايا تقولش عليا معناتها نلعب وحدي وجافي با كل السوتيان مورال وفهمت هذاك المشكل معناتها وقتها تطيح الناس كل تي جينيرالمون هكاك سا سباس كوم سا في تونس معناتها مش كان في الكوره برك كي تطيحوا في بدلوه هكا تجربتك في الترجي من خلال اسئله جاوبني بسرعه هل تعتبر انك خرجت من الباب الصغير؟ نعم مازلت ما خرجتش يعني كي نخرج تنقول هل هناك ملاعبيه واصلين اكثر من غيرهم؟ في تون في الاسبيرانس في الترجي تو نحكي انت جو سي با انت والمعامله انت انت والجوار معناتها كاركتير وكيفاش تدخل روحه وكيفاش فهمت هل عشت في الترجي اهم تجربه كرويه في حياتك؟ وي هل خذيت حقك المادي اللي تستحقه؟ وي الحمد لله هل هناك ملاعبيه محميين اليوم عند المدرب مهما طاح مردودهم؟ اكتوالمون؟ اي ما جو سي با ما عرفش يمكن ما عرفش كيما قلت لك اي اونترينور راهو عنده دي جوار بريفيري راهو في العالم هذا اجمع هل تحس انه فما تفاوت كبير في الشهري اليوم في الترجي؟ نسمع على 50,000 فرور والله شوف ما ينجم حتى حد راهو يعطيك معلومه صحيحه اللهم يبدا هو معناتها نيغوسي الكونترا فهمت اي جوار كيجي راهو يبدا ماذا به ديسكري ما يحبش يحكي قداش ياخذ ومعناتها قداش كذا اما فما دي جوار اللي في الاسبيرونس يسون بيان بي معناتها ميم تري بيان بي يعمل مشاكل بين الملاعبيه ولا هذا؟ مشاكل هاني قلت لك يبدا جوار صغير وطالع وكل شيء امبيسيو ويحب يوصل حتى كي يعطيوه معناتها ان بتي سالير لازمو يرضى معناتها كيما اي واحد كيما انا قبل كنت نلعب صغير كذا ما لازموش يقارن روحه مثلا بجوار كبير معناتها 30 ولا 29 اللي كارير وراه ولاعب وكذا لازمو يخدم ويوصل ما لازمش معناتها تولي فما كل الحقد وكل الحساسيات هذيك فهمت هل تخمم مازلت في الاحتراف خارج تونس؟ ان شاء الله علاش لا؟ شنو سبب عدم نجاح تجربتك في روسيا؟ أبار الفودكا الشقراوات كمل هالي عاد مو عارف نتاع جرايد الشقراوات الحسناوات والله شوف البرد انا ما نعتبروش فشل راه تعرف علاش على خاطر 2009 كي رجعت للسي ا بي عملت 26 ماتش كل عاده 90 مينوت عملنا وقتها سيزون بالنسبه لي اكسبسيونيل كان نعرفش تتذكرها ولا لا عند سي العربي زواوي فهمت؟ لا نتذكر فوالا ايوه نعرفك خاطر في الفيراج انا قلت غلطه نضرب البريكيه مريت منهم كان الخير أي. بصراحه معناتها البلاد هذيك نحبها برشا دايوغ امي معناتها لي بيزيرتين ديجا وكانوا معايا رجال ياسر وقفوا معايا من بعد كي خرجت بون كيما اي زين هذيك مالك وقتها الكلوب ومشيت للترجي خاف اما كيما قلت لك لتوا نقدرهم ونحبهم بون روسيا كي روحت مشيت من الاول خذاني اونترينور مسلم ومعناتها روسي هو وقعدت نخدم وكل شيء خاطر ما كانش عندي الريتم وما كانش عندي معناتها
بون البوتونسييل هما موجود وقتها وانا صغير مشيت ما نجمش نلعب معاهم. الرويسه كي شفتهم انا تقول واحد داخل معناتها البواطه مش داخل نسر يوسف هكا واحد وانا مشيت بون طويل وجامع كيكا وبر قعدت نخدم اربع خمسه شهور معاه كي حضرت وكل شيء وعملت بدن بيه نحاول جابوا واحد الماني وقتها راسيست حسين وكل شيء بديت دخلت معاه على راسيست انت تبارك الله هكا لا مش مع مش مع الوجه معناتها راسيست في واحد وما يحبش العرب ما يحبش ولا الجوان تاعو ما قال حد لحد اسمعني الموال هذا وجاء انترونور راسيست وحقرني تو كان جيت مثلا تلعب مليح شي مو فيك عربي ولا لا وانا طليلي. مش كان انا فما دي جوار اخرين زاد ما تفهموش معاه شو مش ملاعبي معناها ملاعبي انا تي ليه يعني كان جيت في روسيا معناتها قلعت بلاستيك ما نظن معناتها فما حاجات حكموا قلت لك في الحكايه كي مشيت ما مشيتش ديفونسور سنترال زاد مشيت بيفو وفما وقت تروا جوار دوز انترناسيونو واحد كابيتان وكذا وانا ما نجمتش معناتها ديجا نجحت معناتها ديفونسور سنترال في الاسبيرونس ثلاث سنين وفي الاكيب ناسيونال ولعبت وقتها يمكن كان خذاوني في البوست هذاك يمكن كنت تتغير برشا حاجات كيما قلت لك معناتها اما خدمت بالكدا وتحسنت وكل شيء وحتى المورفولوجي نتاعي تبدلت واليوم وين تحس روحك ماشي اكثر وليد؟ دي سي جوان والله العظيم توا ما عنديش معناتها فكره معينه وبالنسبه للديسيزيون ان شاء الله ان شاء الله معناتها لو بلو فيت بوسيبل ان شاء الله باش ناخذ ديسيزيون ان شاء الله. قداش نسبه بقائك في الترجي 10% 20% ولا 50%؟ كيما نجم نقعد 100% كيما نجم نمشي 100% زاد 100% باهي. ميساج للجمهور نتاع الترجي ونتاع تونس كل وليد شنو تقول في الاخر؟ بالنسبه للاسبيرونس انا معناتها كي جيتها كيما قلت لي انت قبيله اهم تجربه معناتها في حياتي على خاطر عشت معناتها دي مومون غلوريو ومعناتها لي تيتر اللي هزيتهم ما هزيتهمش في بلاصه اخرى فهمتني كانوا دي مومون فور و ايموسيونيل على الاخر وما ننساهمش في حياتي كامله. بالنسبه للجمهور الاسبيرونس كيما قلت لك نقدر ونحبوا برشا سارتان مومون وقف معايا وغنى بيا وكذا 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 توا السيتواسيون اللي ان بو كريتيك زاد في الاسبيرونس ان شاء الله معناتها بروشان ماتش معناتها نربحوا كل شيء ونرجعوا في الشامبيونا فوالا هذاك شنو نحب نقول في الختام ما عندكش غنايه ولا حاجه وليد؟ لا والله لا والله لا شكرا لك وليد الهيشري تصفيق قوي على وليد بصحة وليد شكرا ميرسي لاباس اللي لو فات نتقابلوا الاربعه الجايه وان شاء الله تونس ديما لاباس فرحين